صلوا على من خص بالقرآن المصطفى المختار من أدنان ربي سألتك يا عظيم الشان بعلو ذاتك واسمك الرحمن وبجاه جبريل آمينك في السماء وبمصطفى المختار من أدناني وبجاه صديق أبي بكر كذا عمر وبالنجم الهدى عثمان وكذا علي المرتضى وجميع للمصطفى قاسيهم وداني وبجاه أصحاب الرسول جميعهم وبمن يعد من آله سلماني وبنجل صديقين يسمى قاسما وبجعفر ذي العلم والعرفان وأبي يزيد قطبي بسطام كذا شمس الوجود علي الخرقاني وأبي علي الفارمادي كذا Nawari wakrinas somadani A'nil musamma'a rifaw wa bifawnawi Mahmudinil inji ridil burhani وعنين الرامي تاني ومحمد باب السما سيما ريد الظمآن وكذا بسيدنا أمير كلنا من طاب الوجود بسره الرحمن وبجاه شاه الناب شابا دي محمد أعلي بهاء الدين قطب زماني وبجاه الطارين على الدين ما يعقوب من حزن ما قام الداني وكذا عبيد الله ثم
محمد ذاك الشهير بزاهد عفاني وبجاه درويش محمد الذي فقد فضائله على الأعيان وبخوجك أعني بذاك محمدا ومحمد الباكي بمن لا ثاني وبأحمد ذاك المجدد ألفينا غوث الوجود إمامنا الرباني ومحمد معصوم بسر ثم شيء في الدين ذاني لأحمد ابناني وبجاه نور محمد وبمظهر يدعى بشمس الدين في الأحيان وبجاه عبد الله للدهر انتمى وأبي سعيد كبلة الأعيان وبسيد أحمد سعيد خير إيمان جذب القلوب لواحد ديان وبجاه غوث الخالق قدوتنا محمد مظهر الأنوار من كتمان وبمصدر العلماء أعلي شيخنا عبد الحميد العارف الشرواني وبسيد السادات من سمي محمد صالهم في عالم الإمكان وبشيخنا عبد العظيم المظهر فرد الزمان وكود الإخوان وبجاه أحمدنا بشبراوي اشتهر وحسن جزولي مال جائي الضيفاني وكذا بزين العابدين وشيخنا عبد الحميد الزاهد المعواني وبشيخنا حسن الكرسني الباهي وعلي وفادي الفضل والعرفان وبشيخنا إمام الدين والدنا
محمد زين المنعم التنجومي وبذي العلا ذي الصدق جار الله أحمد سفيان الفرد الزماني أنا عبدك الجاني المكر بذنبه وإليك حلمك في الورى نداني فأتيت بابك سائلا متوسلا بجنابهم مستظهرا نقصاني لرجاء عفوك والرضا فامنن به فالعفو شأنك والرجاء من جاني وتجيرني من شر نفسي بأنها أمارة بالسوء والشيطان واجعل حجابك حاجبا ووقاية بيني وبين نوائب الأزمان كن لي معينا ثم كن بعناياتي واجبر بربح وافر خسراني واندر إلى فقري وكل يا عبدنا لك ما تريد بمنة المنان جد لي إلهي منة وتكرما والحاضرين بك من الإيمان وبفضلك قد ديوننا يا ربنا ثم اغننا عن سائر الإنسان وبجودك اللهم فرج همنا وأتم علينا صحة الأبدان وامدد نداك لنا بكل كرامة عم الجميع بوافير الغفران واسلك بنا سبل الهداية والرشاد لنا تهدي للحق من حيراني وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك النوراني وبنار حبك أريقن ونقيها عما سواك من
حديث الفاني وبماء برد العافي وسلنا وبيل غفران كفنا مع الأكفان وسع ونور يا كريم ضريحنا وترهب اللبواب للرضوان وبسط بساط الأنس ثم وروحان أرواحنا بالروح والريحان وكل ادخل الفردوس أنت ومن يليك قرابة من سائر الإخوان واتمم هناك بنعمات أبديات واسمح لنا لنراك بالأعيان لا ترددن سؤال عبدي يرتجي غفرانك اللهم ذا الغفران وصلاتك العظمى على خير الورى ما غرد الطير على الأوصال وكذا على آلي وأصحابي ومن ولاهم بالقصد والإيقاني